والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا واستغفر لذنبك وللمؤمنين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم.